بعد تجدد الاشتباكات اللواء السابع وقوة حماية طرابلس، توافق لوقف إطلاق النار، انتقادات واسعة للمبعوث الأممي غسان سلامة واتهامات له بعرقلة تسوية الأزمة الليبية. ما دلالات تجدد الاشتباكات بين أطراف الصراع في طرابلس؟ وهل تحولت الميليشيات إلى بديل عن الأجهزة الأمنية في فرض الأمن والاستقرار بالبلاد؟ في الاستديو التاسعة مع علاء الصالح. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نتحدث في هذه الحلقة من استديو التاسعة عن آخر تطورات المشهد الليبي بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة. سنبدأ معكم بهذا التقرير لمحمد أشغوخ. ليبيا بعد 8 سنوات من ثورة 17 من فبراير التي أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافي، لا زالت تتخبط في الصراع على النفوذ واقتسام الثروة. كان آخرها وصول وفد قبائل ورفلة إلى مدينة طرهونة لإصلاح ذات البين بين الأطراف المتنازعة ووقف القتال الذي تجدد في العاصمة الليبية طرابلس بين اللواء السابع القادم من نفس المدينة وقوة حماية طرابلس التي هي عبارة عن ميليشيات متداخلة تمسك زمام الأمور في العاصمة. وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة اجتمع بإعيان مدينة طرهونة لعرض بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسبب ب5 قتلى وعشرات الجرحى، وتتضمن أبرز بنود الاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق المحتجزين بين الطرفين وعودة اللواء السابع إلى مدينة طرهونة التي ينحدر منها. وكانت الاشتباكات تجددت في العاصمة الليبية طرابلس بين كل من اللواء السابع أو ما يعرف بلواء الكانيات لكون معظم قادته ينتمون لعائلة الكاني التي تنتمي إلى مدينة طرهونة، حيث تطرح علامة استفهام أكثر عن خلفية هذا اللواء، فالبعض يقول أن أغلب قادته هم من النظام السابق أنصار القذافي، بينما يرى البعض أن أغلبهم ينحدرون من الجماعة الليبية المقاتلة، والبعض الآخر يرى أن هذا اللواء يضم في داخله جميع الاتجاهات السياسية والقبلية المتناقضة، يعني أنه عبارة عن تجمع من المتناقضات. ولا تزال علامات الاستفهام تدور حول خلفية هذا اللواء وما هي أهدافه ومن الذي يقف خلفه، خاصة وأن هذا اللواء قاد هجوما على العاصمة الليبية طرابلس قبل 4 أشهر. في الطرف المقابل تقف قوة حماية طرابلس التي تضم مجموعة من الكتائب ذات توجهات سلفية مدخلية ككتيبة هيثم التاجوري أحد أبرز قادة الميليشيات في طرابلس والذي كان مقيما في الإمارات، وأسامة الجويلي قائد كتائب الزنتان والذي تشير إليه الاتهامات أنه رجل فرنسا الأول في ليبيا والتي تراهن عليه مستقبلا بالإضافة إلى كتائب أخرى. قوة حماية طرابلس تلقت هجوما من قبل فتح باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج، حيث اتهمها بالسيطرة على ميزانية وزارته وإحداث القلاقل الأمنية، وأضاف إن هذه الميليشيات كونت نفوذا كبيرا خلال السنتين الماضيتين حتى أصبحت تشكل قوة موازية لوزارة الداخلية حسب وصفه. وإذا كانت تصريحات وزير الداخلية نفسه تضعه في خانة العاجز اليائس أمام هذه الميليشيات التي أصبحت بمثابة بديل عن الأجهزة الأمنية الليبية، هذه الميليشيات التي أهلكت الحرث والنسل وكانت آخر بصماتها سيطرتها على مطار طرابلس العالمي الذي كان خاضعا لوزارة الداخلية التي يترأسها باشاغا، ولكن العاجز من لا يستبد. هدوء حذر إذن بين اللواء السابع الذي تراجع 4 كيلومترات جنوب العاصمة طرابلس وبين قوة حماية طرابلس بعد المصالحة التي سعت لأجلها أعيان قبائل ورفلة وأعيان مدينة طرهونة، فهل سيستمر هذا الهدوء مرة أخرى؟ تابعنا معكم هذا التقرير لمحمد أشغوخ. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي الليبي عصام الزبير. أستاذ عصام أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك وبكل من يتابع هذه القناة وبكل الضيوف الذين سيكونون معنا بإذن الله. حياك الله أستاذ عصام. للأسف الشديد عادت الاشتباكات إلى العاصمة طرابلس والليبيون ما زالت الآمال والأحلام التي عقدوها على ثورتهم معطلة ومؤجلة، وينتقلون من صراع إلى صراع ومن اشتباك إلى اشتباك، بعضه محلي وربما البارز منه في هذه الفترة وهذه المرحلة بحسب صحف غربية تكتب اليوم صراع دولي بين فرنسا وإيطاليا بالتحديد.
هو في ليبيا حقيقة الصراع دائما صراع دولي، لم يكن صراع داخلي بدرجة كبيرة جدا، خاصة بعد أن انتصرت الثورة كان لابد أن يتم العمل على وقف هذا المد الثوري حقيقة، لأن في ليبيا حدث تغيير أدى إلى إسقاط النظام الشمولي وإسقاط حكم الفرد وإسقاط بعض الأطماع والأجندات الغربية، لذلك لابد أن يعرفوا من هو رجل المرحلة، لم يعرفوا من هو الرجل الذي كان سيقود هذه البلاد. كثير من الوجوه تطلت، وجوه جديدة، وجوه غير معروفة لديهم، مما جعلهم بعد ذلك حتى وجوه معروفة لديهم كانت في المشهد يصنفونها من التيار الإسلامي، لكن لابد لهم من معرفة الأمر، لم يتضح أمامهم الصورة، فدخلوا في أحداث هذا الصراع عن طريق بعض الأطراف من أجل أن يبقى الصراع مستمر حتى يصنع رجلا يقود ليبيا. ولذلك ما زالت بس خلينا نبسط هيك الأمور شو أستاذ عصام، حتى الاشتباكات التي حصلت في طرابلس وتجددت مؤخرا لها ارتباط بهذا الصراع الدولي الكبير؟ الصراع هو بدايته كان العام الماضي، كان صراعا من أجل العديد من المطالب، أو قد تكون هناك بعض الأشياء التي أوقفت الممارسات لبعض الكتائب حتى تصبح للكتائب الأخرى وجود. الصراع دائما بين الكتائب، ولكن هذه الكتائب عندما تبحث شو هي المشكلة اليوم بالعاصمة طرابلس؟ نعم. مين هو اللواء السابع؟ ومن هي قوة حماية طرابلس؟ ولماذا اشتبك؟ علاش خليتني كملت الكتائب؟ لو تبحث عن الصراع ما هو أسبابه وكيف أسبابه لوجدت أن لديها جذور تمتد إلى بعض هذه الدول، بعض الدول الخارجية. من يعطي السلاح؟ من يعطي الأموال؟ من يقود الحرب؟ من يعطي ساعة السفر لانطلاق هذه الحروب؟ ولذلك لو بحثت فيها لوجدت أن هذه الأمور لا تأتي من الداخل حقيقة، في أغلبها السلاح ممنوع على ليبيا ولكن يهرب. الأموال الآن عندما تتحدث إلى الحكومة وتتحدث على التي تقود الدولة والتي أتت بها الأمم المتحدة والتي ترعاها، تقول لك ليس لدينا أموال. من أين أتت هذه الأموال؟ من أين أتى هذا السلاح بهذه الدرجة الكبيرة؟ الحروب دائما تستنزف عديد من العتاد، تستنزف العديد من السيارات ومن الدعم حقيقة، عفوا، من الدعم اللوجستي، ويتم تغيير بعض الأشياء، حتى الوقود، حتى الزيوت تستلزم العديد، حتى الأكل. ولكن من يدفع هذه الأموال؟ من يدفعها؟ من أين تأتي هذه الأموال؟ وخاصة الحكومة تقول أنها تعاني من إشكالية. عندك جواب؟ لا يوجد جواب حقيقي ولا يوجد جواب فاعل لذلك، لأن الأمر كله في الخفاء. السلاح يأتي في الخفاء ويأتي من دول معينة، بعض منها من يأتي ويرحب بالسراج ومن تحت الطاولة هو يدفع بهذه الأمور. لماذا لا تأتي هذه الأموال في المساعدات الخيرية للشعب الذي يعاني من إشكاليات كبيرة؟ أين تلك المنظمات الدولية لكن التي تدعي لكن سياسيا واضح بأن فرنسا تدعم الشرق حفتر، وإيطاليا تدعم الحكومة المعترف بها دوليا والسراج. هو إيطاليا تدعم هذه الحكومة بقوة وتدفع بها بقوة، وهناك فرنسا صحيح لا تدعم هذه الحكومة إلا بمظهر الوجه ذو القناع الدولي، بينما هي في الوجه الآخر تدفع بحفتر لأن يسود المشهد. وقد يكون هناك تناغم بينهم، أن يكون السراج موجود في الحكم وحفتر موجود في الوضع العسكري. طيب بس فهمني يا أستاذ عصام، شو هذا اللواء السابع؟ لمين تابع؟ أو قوة حماية طرابلس؟ قوة حماية طرابلس تكونت من كل القوة الموجودة في طرابلس ما عدا قوة الردع الخاصة التي يقودها عبد الرؤوف كارا، ليست معهم، وقعوا بيانا المدة الماضية. تكونت من قوة النواصي التي موجودة في قلب طرابلس، ومن قوة كتيبة توار طرابلس التي يقودها هيثم التجوري وهيثم القبائلي، ومن قوة الردع والأمن العام أظني، ولا مش عارف اسمها بالضبط، التي يقودها غنيوة عبد الغني الككلي. هذه القوى في بعضها وضعت بيان، بالرغم من أن وزير الداخلية وقتها فتحي بشاغة قال بأنه سيتم الامتحان إلى شرطة مهنية، وشرطة تكون ذات ضوابط وقوانين، وموجودة من أساس رجال الشرطة لكي يقودوا الأمن الذي موجود داخل البلاد، وكذلك يكونوا في وزارة الداخلية.
قد تكون هذه القوة لم تجد لنفسها مكانا في تلك الكلام وقتها، وقد حدث بتصريحات كثيرة منها وقت الهجوم على وزارة الداخلية، وكان أن الترتيبات الأمنية أساسها عطلت بسبب وجود الكتائب المسلحة، وتكلم كثير في هذا المجال وأوضح بأنه يجب العودة إلى الشرطة وإلى القانون. هذه بس من منهما يأتمران بأوامر وزير الداخلية؟ ولا طرف، لا قوة حماية طرابلس ولا اللواء السابع. في ليبيا خذها بصراحة، البعض لا يأتمر بأوامر أي جهة ما، إنما يأتمر بالقوة التي يمتلكها وبالدعم الدولي أحيانا، فاتح على حسابه كل يعني واحد يعني وبالدعم الدولي يقال. ولذلك ترى أن بعض هذه الحكومات تقول بأن لديها القدرة على وقف هذا القتال ووقف هذه القوات، لكنها لا تقدر أن تقف على هذا القتال. من يقف القتال؟ بس واضح بالاشتباك الأخير قوة حماية طرابلس تبدو بأنها تغلبت على اللواء السابع. لديها إمكانيات ولديها قوة ولديها هدف، لديها هدف أن ترجع قوات اللواء السابع. من يدعمها قوة حماية طرابلس؟ من يدعمها؟ من يغطيها ماليا سياسيا عسكريا؟ لمن تتبع؟ والله هي حتى بشاغة، لو رجعت إلى تصريح السيد بشاغة قال بأن وزارة الداخلية لا تمتلك الميزانية، من تهيمن عليها كتائب مسلحة، و هذا يوضح الأمر، معناها حتى هو موجود ويوضح لك الأمر. الأمر اللي هو الآن أنت دخلت أنا في أسئلة في العمق، هي متمردة. هل هي متمردة على وزير الداخلية أيضا قوة حماية طرابلس؟ هي الحكومة لا تقدر عليها، إذا كانت الحكومة تقدر عليها ترى توقف القتال. هل تسمع؟ لم نسمع لأي حكومة سواء كانت هنا في الشرق أو في الغرب لما يمارس من الكتائب المسلحة بعملية إيقاف أو منع أو حتى عملية قبض ومحاكمة. لم نسمع بحكومة السراج بالرغم من أنه تم إجلاء أكثر من 231 عائلة، وتم سقوط ما يقارب أكثر من ما يقارب 20 شخص وأكثر من 60 جريح معاناة. بالأمس أخرجوا طلاب في معهد السبيعة للطيران، خرجوهم من بإجلاء في من أماكنهم وبعملية تعتبر مغامرة، وقبلها أخرجوا مرضى من المستشفى السبيعة لكن لا توجد صوت للحكومة. أين هو القائد الأعلى للجيش لكي يوقف هذا القتال؟ أما المسميات فهي موجودة، أما الأوامر فلا توجد، أما من يستمع الأوامر فلا يوجد حتى هو، لأن كل منهم عنده هدف. إحنا لو نتساءل في هذه الحرب ما الذي أعطى ساعة الصفر؟ ألا يفترض أن يكون القائد الأعلى للجيش هو الذي يعطي هذه الساعة؟ أين وجود القائد الأعلى للجيش فايز السراج من هذه الأمور؟ بس ما هو يا أستاذ عصام كمان هذا الاشتباك مع 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 القوات القادمة من ترهونة هو الثاني، يعني في سبتمبر الماضي وقع اشتباك، تمت هدنة والآن تجدد. خلينا نشرك معنا في الحوار لو سمحت لي الدكتور جمعة القماطي، هو جاهز معنا عبر الهاتف، رئيس حزب التغيير في ليبيا. دكتور جمعة أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك وتحية لكل المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور جمعة. نحاول معك ومع الأستاذ عصام الزبير أن نفهم ما الذي يجري في ليبيا وهذا المشهد الليبي المعقد حقيقة. ما هو موقفكم بداية من الاشتباكات التي تجددت في الأيام الأخيرة في العاصمة طرابلس بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع؟ بالتأكيد نحن نرفض اللجوء إلى الاقتتال، إلى الحرب، إلى العنف، إلى إراقة الدماء، إلى الصراع المسلح بين الليبيين، لأن من يذهب ضحية هذا العنف والاقتتال هم شباب ليبيا وهم المدنيون الأبرياء، هم شيوخ وأطفال وغيرها. فبالتالي العنف مرفوض، ونقول دائما أن الطريق الوحيد لحل كل الإشكاليات ولإنهاء الصراع هو من خلال الحوار ومن خلال المصالحة الوطنية ومن خلال الوسائل السلمية. وكما رأينا تدخلت بعض الأطراف من العقلاء من شيوخ قبائل ومن سنأتي إلى الوساطة دكتور جمعة، لكن هل لديكم تفسير في حزب التغيير لأسباب تجدد هذه الاشتباكات؟ هذا الأمر أكبر من حزب أو أحزاب أو جهات حكومية أو برلمان أو برلمانات. كما تعلم أن ليبيا منقسمة إلى عدة أطراف، هناك حكومة ودولة موازية في الشرق، وهناك حكومة ودولة في طرابلس حكومة يعترف بها المجتمع الدولي، وهناك أمر واقع على الأرض كذلك، هناك عسكريون، هناك مجموعات مسلحة، هناك
تشكيلات مختلفة، بعضها سياسي بعضها جهوي بعضها مناطقي وقبائل وقبلي، وهناك صراع حاد وانقسام وفشل إلى هذه اللحظة، فشل الليبيون في إدارة هذا الصراع بطريقة سلمية حتى الوصول إلى توافق حقيقي وإلى عقد اجتماعي حقيقي يمهد لبناء دولة وسيادة قانون وشراكة عادلة في الثروات وفي السلطة. إذن الأمر معقد جدا، وبالتالي الأمر أكبر من أي حزب أو أحزاب. كل الذي نقوله أن العنف ليس غير مجدي، ليس هو المطلوب، دائما الضحية هم الأبرياء وهم المواطنون العاديون، وأن أمراء الحرب والزعامات والقيادات التي تحرك هذه الحروب وهذه المعارك لأهدافها ربما وأجنداتها السلطوية والسياسية عادة لا يصيبها شيء، وإنما يذهب الضحية هم الشباب الأبرياء وقود هذه الحرب الذين يقاتلون في الجبهات، وكذلك المواطنين والمدنيين الأبرياء. طيب هل معروف لديكم من هو اللواء السابع دكتور جمعة؟ يعني لو سألت أي مواطن ليبي لا يقول لك اللواء السابع هو مجموعة عسكرية موجودة في مدينة ترهونة، وجل أعضائه من أبناء مدينة ترهونة، وهم ربما جنود وضباط في الجيش الليبي. تختلف مسميات، ما إذا كان هم يتبعون رسميا حكومة الوفاق الوطني أم لا. في الماضي قيل لنا أنهم يتبعون إلى ما يعرف برئاسة الأركان في طرابلس التابع لحكومة الوفاق الوطني، ثم قيل لنا بعد ذلك أنهم لا ينتمون. في نهاية الأمر يعني سواء كانوا لواء سابع أو سابع عشر، سواء كانوا من ترهونة أو من أي مدينة أخرى، هؤلاء الليبيون، هؤلاء أبناؤنا شركائنا في الوطن، لابد أن نستمع إليهم ويستمعون هم إلى الآخرين، ولكن ليس من خلال أفواه البنادق والمدافع، ولكن من خلال الحوار السلمي والوصول إلى توافق سلمي حقيقي. طيب ابقى مع دكتور جمعة. أستاذ عصام ربما يقول قائل أنه اللواء السابع من ترهونة، ما الذي يريده من العاصمة طرابلس؟ لماذا جاء إليها؟ اشتبك أول مرة في سبتمبر الماضي، والآن تجدد الصدام بينه وبين قوة حماية طرابلس، وهل صحيح بأنه يتكون من بقايا الموالين للقذافي وأيضا من لواء الصمود التابع أو القريب من فجر ليبيا؟ هل هذا صحيح؟ أولا لواء الصمود كي نكون على الحقيقة هو يتبع صلاح بادي العميد الطيار صلاح بادي، ولذلك لواء الصمود لا علاقة له باللواء السابع، إنما كانت في المدة الماضية عندما حدث الاشتباك أتى اللواء الصمود واعتقد أنه أربك المشهد وغير المسار بالنسبة للصراع في العاصمة. في العاصمة أربك المشهد حقيقة وغير الصراع. المشكلة لواء الصمود موقفه واضح الآن؟ واضح وبارز. مع من؟ لا منذ المدة الأولى، الآن لا أدري أين هو، لأن من يرأسه دخل في العقوبات الدولية، ولا أعدري ما حدث له حقيقة، لكن كل ما أعلم أن اللواء السابع منذ الأول معروف أهدافه، معروف شنو هو، ليس ضمن اللواء السابع. لواء الصمود تقصد؟ لواء الصمود بروحه ليس لا ضمن اللواء السابع معناها في هذه الوحدة. أنا ما أريد أن أقول طب من بقايا القذافي اللواء لا السابع؟ أريد أن أوضح لك نقطة قبلها، أن الذي يربك الصراع حقيقة والذي يخشاه القادة السياسيون الليبيون بالذات هي بعثة الأمم المتحدة. ألم تلتزم بعثة الأمم المتحدة باتفاق بتنفيذ اتفاق على الأرض في شهر سبتمبر الماضي ووقفت هذه الحرب وأتت بالأطراف إلى مدينة الزاوية ووقعوا على الاتفاق؟ أين هي من بداية الصراع الذي حدث الآن؟ أين السيد غسان سلامة من هذا الصراع؟ أين هو الذي تفاخر بأنه أوقف الصراع؟ لماذا ترك هذه الأمور في هذه الأيام العصيبة بالذات في أيام الشتاء، وترك الناس تعاني ويلات، وترك سقوط هؤلاء منهم حتى صحفي زميلي وكان في وكالة الأشيت بريس وكنا مع بعض، الشهيد شهيد الصورة شهيد الحقيقة محمد بن خليفة، أين هو من هؤلاء؟ أين هو من أحد الممرضين الذي سقط أمام بيتي؟ أين هو من الأطفال الذين جرحوا وبعض النساء الذين جرحوا وقتل؟ أين هو الآن؟ أم أنه يريد أن يضع العاصمة والمنطقة المحيطة بها في منطقة خضراء؟ عندما تنتصر كتائب طرابلس يفرح، وعندما يرى أن القتال سيدخل لطرابلس يتدخل خوفا على الحكومة.
أم أن طرابلس هي الأرواح فيها محفوظة والمناطق الأخرى ليس فيها محفوظة؟ أين هو حتى من الصراع في درنة؟ ليست تفيد الآن البيانات ولا الكلمات ولا الإحاطات في مجلس الأمن. أين منظمات المجتمع الدولي؟ أين منظمات منظمة العفو الدولية؟ أينما يتم الضغط به على الحكومات؟ لما نرى ما تحدث به عن درنة يستحي له الوجه، تستحي له حتى المنظمات التي تدعي أنها تتكلم عن حقوق الإنسان. أين هو من ذلك؟ تدخل أعيان وشيوخ قبائل لا قبل التدخل حنقول من مدينة بني وليد تدخلوا. نعم قبل نقول أنا القادة السياسيون والسياسيون أغلبهم يخشون من أمراء الحرب، ولذلك دائما تستعر الحرب في ليبيا ولن تقف ما دام هذه النقطة موجودة. لم تقف لأن لا وجود لضغط على هؤلاء ولا وجود لتفعيل على القضاء سواء داخلي أو خارجي عليهم، لا مش موجود. ومراء الحرب مازال هم الذين يزدادون تصاعدا والقادة ينتكسون ويطاطئون الرأس لهم، ولذلك مهما فعلوا لن يأمنوا الليبيين حرية ولن يأمنوا الليبيين حياة آمنة ومستقرة تحت استقرار واهم الذي نراه الآن. الاستقرار يجب أن يكون تحت دولة القانون والمؤسسات. دولة القانون والمؤسسات تبنى على القانون وليس تبنى على شيوخ المصالحة. شيوخ المصالحة لهم كل التحية والتقدير، لكن لابد أن يكون هناك عقاب لمن قام بهذه الأعمال، ولابد أن يكون هناك هذا كلام مهم أستاذ عصام، هذا كلام مهم جدا. خليني أنقله للدكتور جمعة. دكتور جمعة، وساطة أعيان وشيوخ قبائل بني وليد التي أوقفت الاشتباكات في العاصمة مهمة، لكن ليس هكذا تبنى الدول. نعم نحن نعاني فراغ مؤسساتي. نحن في الواقع لا توجد دولة بالمعنى المتعارف عليه في ليبيا. يعني لا أريد أن أعود إلى الماضي ولا التاريخ، ولكن بدأ تأسيس دولة ليبيا عندما استقلت عام 51، واستمر تأسيس وبناء الدولة لمدة 18 سنة، ثم جاء القذافي عام 69، وعلى مدى 42 سنة مسح جميع معالم المأسسة والدولة. وبالتالي نحن في 2011 ورثنا فراغ مؤسساتي وفراغ سياسي وفراغ حقيقي لدولة. وبالتالي الآن في هذا الغياب من يملأ الفراغ؟ نحن إذا كان شيوخ القبائل والأعيان والعقلاء ومن نسميهم أحيانا بالقبعات البيضاء يستطيعوا أن يخمدوا نار القتال والفتنة ويوقف الحرب ويوقف إرادة رقة الدماء، فلن نعارضهم في هذا الدور، وهذا الدور مهم ولكنه ليس دور بديل عن مؤسسات الدولة التي كان يجب أن تكون موجودة وتقوم بهذا الدور في منع الاقتتال وفي الحفاظ على وقف إطلاق النار وفي حماية أرواح المدنيين. ولكن إلى أن نصل إلى هذا المستوى من البناء المؤسسي لدولة مؤسسات، الآن يجب أن نشجع ونرحب ونشكر دور العقلاء والقيادات والأعيان وشيوخ القبائل وما نسميهم بالقبعات البيضاء. على الأقل هم يعني يوفرون علينا صمام أمان مؤقت. صمام أمان مؤقت هم الآن. لا أنا بالتأكيد هم بديل مؤقت إلى أن نصل إلى الوضع المثالي. ولكن طيب بس خليني بدي أطرح عليك سؤال طرحه الأستاذ عصام أيضا، إنه أين هي الأمم المتحدة وأين هو غسان سلامة؟ لكن قبل ذلك، يعني اللواء السابع هل أراد السيطرة على العاصمة طرابلس عسكريا مثلا حتى اصطدم بقوة حماية طرابلس؟ يعني شو على شو اختلفوا الشباب؟ على شو مختلفين؟ أعتقد في هذه المرة هذا الاندلاع الأخير الاختلاف كان حول من يقوم بحماية وتأمين مطار طرابلس العالمي. مطار طرابلس العالمي متوقف منذ 2014، وهناك الآن مشروع جاهز لانطلاق إعادة بنائه من جديد. هناك مجموعة شركات إيطالية تريد أن تبدأ في إعادة بناء هذا المطار المهم جداً وهذا المنفذ المهم. رجعنا للبزنس يعني. لا 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 اسمح لي أن أوضح أرجوك. لا يعني لا هيك عم يعلق الأستاذ عصام، أخذت منه أنا والله. والله أنا قبل لا أعلقها خلي أوضحها قبل ايه؟ معليش، هي المطار هذا موجود وتصفيات حسابات، خلينا واقعيين. المطار موجود من زمان وأعطي للغرفة الأمنية المشتركة هنا، ويوم الهجوم تم التوقيع و سلم المطار إلى وزارة الداخلية، والسيد بشاغة طالب بتسليم المطار إلى الأمن العام، والحرب استعرت وزادت استعار بعد تسليم المطار. إذن ما هو لماذا الإشكالية إذن في القتال؟ والمطار عرضت عليه أكثر من حكومة،
وقامت بأكثر أكثر من حكومة بعملية دخول شركات، وأخر حكومة كانت حكومة الإنقاذ التي يقودها الغويل، وأعطيت لشركة ليبية. طيب خليك أسأل، وبعد أصلاً. ذلك معلش دقيقة، أعطيت لشركة أخرى بعد ذلك بدخول وصلت السرات وصلت أعطيت لشركة حتى إيطالية دكتور جمعة. وما زال الآن يسعى إعطائها لشركة إيطالية. وهناك هدف آخر، يريدون إلغاء مطار معتيقة من أجل الذهاب إلى هذا المطار كي يوقفوا تغول قوة الردع داخل مطار معتيقة. دكتور جمعة. نعم. استمعت الأستاذ عصام، يعني في مشكلة مناقصات تبدو متعلقة بالمطار، والخلاف سببه المطار بالفعل. أنت سألتني سؤال ولكن لم تعطيني الفرصة. تفضل تفضل تفضل. يعني يمكنك أن تأخذ الإجابة من السيد عصام أو من أي مصدر آخر، لكن إذا أردت أن تأخذ إجابة مني فأرجو أن تستمع إلي حتى أعطيك إجابة. الهواء لك يا دكتور، تفضل. طيب، كان هناك اتفاق على أن تقوم وزارة الداخلية باستلام تأمين وحماية المطار حتى تنطلق عملية البناء، وتبدأ الشركات الإيطالية وغيرها في عملية البناء الذي متوقع أن يأخذ ما بين 8 أشهر إلى سنة. جزء من الترتيبات الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية والسيد الوزير فتحي بشاغة، جزء من هذه الترتيبات الأمنية أن تقوم قوة من هنا بتأمين خارج المطار محيط المطار من الناحية الجنوبية. أرجوك اسمع لي بدقة. جزء من الترتيبات فقط أن قوة من هنا تقوم بتأمين خارج المطار، السياج خارج سياج المطار، أي الجزء الخارج المطار من الناحية الجنوبية من قوات مدينة ترهون، لأنه هناك رغبة في إشراك القوات من مدينة ترهون في بعض الترتيبات الأمنية خاصة في محيط طرابلس وليس في وسط العاصمة طرابلس. ولكن يبدو أن هناك أطراف أخرى لم يرق لها هذا الأمر، ولم تريد أي قوات من مدينة ترهون أن تشارك حتى في تأمين جزئي للمطار من خارجه، من خارج السياج من الناحية الجنوبية. وبالتالي طيب هذه التفاصيل على رأسي يا دكتور جمعة. جميل، أفهم منك إذن بأنه كل طرف عسكري يريد السيطرة على جزء من الأرض ليستفيد بالنفوذ بالسيطرة وحتى بالمال ربما، هكذا تدار الأمور إذن في العاصمة؟ للأسف نعم، هناك مجموعات كثيرة مسلحة لها نفوذ تعودت وكسبت خبرة في أنها عندما تسيطر على مؤسسات حيوية وتكون هذه المؤسسات مصدر كبير ومهم للمال وللنفوذ، ولديها مقولة اسمح لي أمر مؤسف جدا هذا يا دكتور. نعم، لدينا مقولة مشهورة في الفلكلور السياسي الليبي في السنوات الأخيرة والسيد عصام يعرفها جيدا، أن هناك من قال أن مطار أفضل من 10 وزارات، أي أنك عندما تسيطر على المطار أفضل لك من أن تسيطر على 10 وزارات. للأسف هذه الثقافة، ثقافة الغنيمة موجودة، وهذه أحد الأسباب الرئيسية للصراع الموجود. الصراع الموجود في ليبيا اليوم هو صراع ثقافات، هو صراع ما بين ثقافة الغنيمة وثقافة الدولة، ثقافة اللجوء إلى السلاح وثقافة سيادة القانون، وهذا هو الصراع الذي نعيشه. نحن الذين نؤمنون بسيادة القانون وبدولة دستورية وبدولة المؤسسات وبثقافة الدولة نعاني صراع كبير ونعاني عقبات حقيقية من أطراف تؤمن بثقافة الغنيمة وبالسيطرة وبالهيمنة وبالابتزاز وبالكسب الغير مشروع والغير قانوني. هذا هو الصراع الحقيقي. أشكرك دكتور دكتور جمعة على هذا الشرح، هذا شرح مهم جدا حقيقة. وأريد أن أختم معك بالسؤال الذي طرحته عليك، أين الأمم المتحدة لدعم من يحمل عقلية الدولة ومؤسسات الدولة وتحكيم مؤسسات الدولة؟ أين هو غسان سلامة؟ على أساس في مؤتمر جامع ولقاء وطني كان في منتصف هذا الشهر لم يعقد. دكتور جمعة. نعم أسف ما سمعت. أين هو غسان سلامة وأين بعثة الأمم؟ أين دور الأمم المتحدة الآن بعد شرحك المهم لعقلية الغنيمة؟ دور الأمم المتحدة الآن بالفعل هو يدعم من يريد من الليبيين بناء دولة. متى سيعقد اللقاء الوطني الذي قيل عنه أنه سيعقد في منتصف هذا الشهر ولم يعقد؟ أعتقد أن الترتيبات ما زالت جارية والإعداد ما زال جاري لهذا المؤتمر الوطني الجامع. ربما نهاية هذا الشهر تاريخ غير واقعي،
قد يكون في نهاية شهر 2 أو في شهر 3 في شهر مارس أو لا أدري بالضبط، ليس لدي موعد محدد. لابد أن نتذكر أن الولايات المتحدة في ليبيا دورها حسب قرار مجلس الأمن هو دور دعم وليس دور إشراف وتسيير، وبالتالي الولايات المتحدة ليس لها أي قوة حقيقية على الأرض، ليس لها أي قوات تستطيع أن تفرض وقف النار أو تابع هذا الطرف أو ذاك، وهذا يعكس الإرادة. لكن أنتم كأحزاب، أنتم كأحزاب تعولون على دور الأمم المتحدة في هذه المرحلة؟ نعول على دور الأمم المتحدة كوسيط وكمشرف على الحوار وعلى إدارة العملية السياسية، ولا نعول على الأمم المتحدة أن تتدخل مباشرة وتخترق السيادة الليبية وتصبح هي الذي يقرر نيابة عن الليبيين. يعني نحن نتمسك بسيادة ليبيا وبحرية وباستقلالية القرار الليبي قدر الإمكان، رغم أن التدخلات الإقليمية والدولية من عدة دول عربية وغير عربية هي التي تفسد علينا المشهد وهي التي تغذي الصراع. أو بصراحة يا دكتور جمعة، بصراحة هناك من يعتبر بأن اليوم إيطاليا تقرر في الغرب وفرنسا في الشرق. هناك صراع فرنسي إيطالي على ما هو نوع الحل السياسي في ليبيا، وهناك صراع عربي عربي كذلك لا يقل أهمية بل ربما أكثر حتى من الصراع الفرنسي الإيطالي أيضا. للأسف يعني ربما إيطاليا وفرنسا يتصارعون، ولكن الأطراف العربية التي تغذي الصراع في ليبيا تغذيه بالسلاح، تغذيه بالمال، تغذيه بالذخيرة، تغذيه بالإعلام القوي الذي يزرع الفتنة ويرسخ للانقسام والكراهية في ليبيا وتغذيه بالدعم. لكن دكتور كأن الأمور في بنغازي وفي الشرق تختلف يعني حتى ميدانيا عن طرابلس. في طرابلس اشتباكات، صراعات، كتائب، ألوية متصارعة، بينما في الشرق الأمور تبدو مستتبة لخليفة حفتر. الأمور في الشرق مستتبة لحكم عسكري مطلق، لقبضة أمنية مطلقة، لحكم دكتاتوري، لحكم تماما مثل ما كان نظام القذافي. لقد عاد نظام القذافي بقوة في شرق ليبيا. بس المواطن يريد الأمان، يعني المواطن يريد الأمان هنا، ولكن حتى في الشرق لا يوجد أمان. عندما تكون تحت قبضة حاكم دكتاتور وعسكري مطلق لا يوجد أمان، يستطيع أن يأتي ويأخذك من بيتك في أي لحظة، في الفجر أو في منتصف الليل أو في منتصف النهار، أين هو الأمان؟ عندما تغيب الحرية وعندما تغيب سيادة القانون وعندما تغيب الدولة ومؤسساتها لن يكون هناك أمان. لكن ألا تخشون هنا دكتور جمعة بأنه كل ما يجري في الغرب في طرابلس في العاصمة من إشكاليات، من إثارة قلاقل، هو من باب إقناع الناس بأن الحل بسيطرة خليفة حفتر على كل ليبيا، على الغرب، على العاصمة، وهذا تمهيد لدخوله إليها؟ الوضع في طرابلس وفي الغرب قد يكون سيئا أحيانا عندما تندلع مثل هذه الاشتباكات، ولكن صدقني المواطن في طرابلس وفي مدن الغرب يعيش حرية حقيقية، يستطيع أن يعبر، يستطيع أن ينتقد، يستطيع أن يمارس كل ما يريد، بينما المواطن في شرق ليبيا لا يستطيع أن ينتقد، لا يستطيع أن يتكلم، هو يعيش في حالة خوف ورعب. جمهورية الخوف الحقيقية موجودة الآن في شرق ليبيا تحت خليفة حفتر. هذا هو ما ثار الشعب الليبي ضده، هذا ما انتفض الشعب الليبي في 2011 ضده وقدم التضحيات الكبيرة. لا أي مواطن يقول، أي شخص يقول لك لابد أن تضحي بحريتك في مقابل أن يكون لديك أمان فهو يخدعك. هذه معادلة خادعة وكاذبة وغير موجودة على الأرض. الحرية أساسا هي كل شيء، هي الأساس. الحرية هي كرامة الإنسان. نحن الله سبحانه وتعالى خلقنا أحرارا. عمر بن الخطاب قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عندما نضحي بحريتنا ونتنازل عنها لصالح شخص قوي، فنحن في الحقيقة تنازلنا عن الأمن، تنازلنا عن الكرامة، تنازلنا عن الشرف، تنازلنا عن أوطاننا، عن أرواحنا، عن كل شيء. وبالتالي هذه معادلة فاشلة وخاسرة تماما. جميل دكتور، لكن حتى هذه الحرية إذا أخذتها في العاصمة طرابلس تحتاج لمؤسسة واحدة تحميها، تنظمها، تحافظ عليها. نعم، وهذا ما نحاول جميعا الوصول إليه. نحاول من خلال الأساليب السلمية والحوار والضغوطات السلمية والتدافع السلمي أن نصل إلى معادلة حيث أن الدولة ومؤسساتها هي القوية، هي التي تسيطر، هي التي تضمن أمن المواطن. أمن المواطن يجب أن يكون من مسؤولية الدولة ومؤسسات الدولة الأمنية المنضبطة. السيد فايز السراج يتحمل مسؤولية شخصيا في هذه المرحلة؟
السيد فايز سراج يتحمل وكل من معه في المجلس الرئاسي يتحمل ومجلس الأعلى للدولة يتحمل والبرلمان كل من هم في المشهد السياسي في ليبيا ويتصدرون ويتولون المسؤوليات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية كلهم يتحملون المسؤولية والمواطن كذلك يتحمل المسؤولية. المواطن يجب أن يكون دوره فاعلا أكثر سلميا ومدنيا، يجب أن تكون هناك مظاهرات سلمية واعتصامات ترفض هذا الواقع المزري وتتشبث بمفهوم وثقافة الدولة وسيادة القانون، دولة الدستور ودولة المؤسسات والجيش والشرطة المنضبطين بقانون لا يقمعون المواطن ولكنهم يحمونه ويظهرون على حمايته بليل. طب بكلمات اسمح لي أضيف عليك دكتور جمعة، حتى لا تتكرر الاشتباكات في طرابلس، ما هو الضامن؟ هل تطالبون بمحاسبة أشخاص معينين؟ ما هو الضامن للمواطن الليبي لكي لا تتجدد الاشتباكات؟ الضامن هو أن يجلس الأطراف المختلفة ويغلبوا منطق العقل ويتنازلوا عن أجنداتهم الخاصة الضيقة وعن رغبتهم الجانحة في النفوذ والسلطة والسيطرة، يتنازلوا لصالح مشروع الدولة مشروع المؤسسات ويتعاون الجميع ويساعدون وزارة الداخلية والمؤسسات الأخرى في إعادة بناء وتفعيل أجهزة الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة التي يجب أن تتكفل وحدها بحماية المواطن أمنه، ولا نريد أجهزة قمعية كما كان في عهد القذافي أو هو موجود الآن في شرق ليبيا، نريد أجهزة أمنية تحمي المواطن وتدافع عنه ونستطيع أن نحاسبها ونراقبها من خلال القانون والدستور. شكرا جزيلا لوجودك معنا رئيس حزب التغيير الليبي دكتور جمعة القماطي، أهلا ومرحبا بك دائما في استديو التاسعة. أستاذ عصام، أحيي حقيقة خاصة على الكلمات التي قالها والتي أوضحها حقيقة عندما تكلم وقال الحرية هي الأساس وكرامة الإنسان هي الأساس، وكرامة الإنسان موجودة في الحرية، وتحدث عنه حقيقة عن جمهورية الخوف حقيقة هذا موجود. أنا بالنسبة لي أقول دائما الحوار هو أساس كل شيء، لكن شيء أن يكون الحوار مبني على أساس التكافؤ في التعامل مع كل الأطراف ومحاسبة من هي الأطراف التي تعمل على إعاقة الوصول إلى حل. وأيضا أحيي شيوخ المصالحة، معليش في النقطة هذه لكي لا تفهم خطأ، أحيي شيوخ المصالحة، لكننا نحن يجب أن نتجاوز هذه المراحل وأن نبدأ بمرحلة القانون، من أخطأ يجب أن يعاقب حتى لا يكرر خطأ. شيوخ المصالحة مؤسسة قضاء هي التي تحكم، نعم شيوخ المصالحة يأتون ويطفون كل الحروق في ظل عدم وجود دولة مهتمة بالإنسان ومهتمة بالقضايا الداخلية، اهتمامها الكبير بالإرهاب وبقضية الهجرة غير شرعية والمتول ما يمليه المجتمع الدولي وترك المشاكل الداخلية من انتهاكات ومن أزمات ومن قضايا عديدة يعاني منها المواطن الليبي لم يلفت لديها حتى سلامة. عندما رأى الوضع تأزم عندما حدثت مشكلة الهجوم من اللواء السابع ولواء الصمود العام الماضي على مدينة طرابلس، تحدث عن مشكلات المواطنين لأنهم رأى في المواطنين غضب شديد واحتقان، مما جعله يتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية التي لم يتحدث عنها أحد من قبل ولم يلتفت إليها، بالعكس كانوا يتحدثون عن معاناة المهاجر الغير شرعي داخل ليبيا وكيف يمكن حمايته وكيف يمكن توفير للأكل وتوفير للأشياء، ولكن لم يتحدثوا عن المواطن الليبي ماذا يحدث له وماذا يجب أن يتوفر له. حتى أخرها ما رأيناه في المساعدات التي قدمت والتي حضرها وزير الصحة ووزير الخارجية، تلك المساعدات الطبية التي أعطيت لمعالجة مرض الليشمانيا، رأينا أن هذه الحقن غير معناها غير صالحة للاستهلاك البشري، وهذا ما يؤكد ما هو وجود المجتمع الدولي. كثير ما تحدثت حتى مدينة بعض الليبيين في مدينة غات وبعض المناطق الأخرى بأن المساعدات تقدم غير جيدة وغير صالحة ومنتهية الصلاحية. نحن هنا في مسألة خطيرة جدا جدا أشار إليها دكتور جمعة، موضوع ثقافة الغنيمة. ثقافة الغنيمة موجودة، وأنه المطار أهم من 10 وزارات. نعم هي ثقافة الغنيمة موجودة، إذا الميليشيا الموجودة تفكر بهذه الطريقة مع قادتها، هذه طيب مشروع صراعات لا ينتهي. هو حتى مشروع الأمن بحد ذاته مشروع صراع غنيمة. الأمن ماذا يوجد في وزارة الداخلية أو يوجد في الوزارات العسكرية التي هي حماية أغلبها تتركز على حماية المقرات الاستراتيجية للدولة. هم لا يعرفون أن الاستراتيجية الخطيرة وحماية الوطن الخطير جدا أن يأتي للحدود، لذلك لا يذهبون إلى الحدود. لو ذهبوا إلى الحدود لأوقفوا علينا عديد من الإشكاليات،
الهجرة غير شرعية، العصابات المتاجرة بالمخدرات والعصابات الجريمة المنظمة وعصابات الإرهاب وعصابات الكذب على الدين والدخول الجماعات. بس هيك ضيعتونا أنت والدكتور جمعة، يعني طرابلس فيها أمن وأمان وحرية ولا فلتان وميليشيات وحكم كل من إيده إله كما يقال عنا؟ والله أنا طرابلس بعيد عليها لمدة عامين، أتمنى أن أكون دخلها لو كان فيها تلك الأمور الحلوة لكنت رجعت إلى بلدي، ما كنت أعاني الآن الغربة وعاني هذا. كان فيها حرية رأي ما سقط، أو حرية ما تعاني الصحفيين المدة الماضية من الاعتداءات، وما رأينا خروجهم اليوم في جنازة الزميل محمد بن خليفة وبقي واحتجاجهم داخل ميدان مدينة زوارة على ما يحدث. هذا بالنسبة للصحفيين يشبه بالنسبة للناس كثير. كأنك تريد أن تبكي يا أستاذ عصام على حال طرابلس، لماذا؟ لهذه الدرجة الأمور سيئة؟ طيب خلينا نشوف هذه الصورة، أو خلينا نشوف الفيديو يا جماعة. بيان أعيان بلدية قصر بن غشير حول المستجدات الأمنية في طرابلس، ونتابع مع الأستاذ عصام، تفضلوا. رحيم. بيان المجلس البلدي قصر بن غشير وأعضاء وحكماء قصر بن غشير في الوقت الذي نطمن فيه أهلنا بمنطقة قصر بن غشير على أن يراعوا الاستقرار واستتباب الأمن داخل المنطقة، ونؤكد على الآتي: يمنع منعا باتا الاعتداء واستفاء الحق بالذات واقتحام المنازل والمزارع والممتلكات الخاصة والعامة. ثانيا، احترام النظم والقوانين المعمول بها وفق التشريعات النافذة. ثالثا، من وقع عليه ظلم اجتماعي الاتجاه إلى المجلس أعيان المنطقة، ومن وقع عليه اعتداء آخر يمس بالأملاك والأرواح الاتجاه إلى مديرية الأمن بمنطقة قصر بن غشير. رابعا، يمنع منعا باتا القبض على الهوية داخل المنطقة وارتكاب الأعمال المشينة من خطف وغيره. خامسا، وإذن الراشد قوة حماية طرابلس مساندة الأجهزة الأمنية بالمنطقة إلى حين استتباب الأمن. سادسا، ندعو الإخوة المواطنين التعاون مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بمنطقة قصر بن غشير والإبلاغ عن أي اختراقات أمنية تمس بمصلحة المواطنين. والسلام عليكم الله. طيب، تابعنا معكم بيان لأعيان بلدية قصر بن غشير حول المستجدات الأمنية في طرابلس. هي المنطقة التي فيها الاشتباكات حقيقة، وهي المنطقة التي عانت من هذه الاشتباكات هذه المدة. والآن هو كان الهدف من هذه الاشتباكات إرجاع اللواء السابع إلى مدينته، مدينة ترهونة، والبقاء في مدينة ترهونة. الأمر هو ليس بهذا الشكل تعالج الأمور، حتى ولو دخلت رجال المصالحة أقولها بصراحة سيزداد الاحتقان في مدينة ترهونة جراء هذه القوة التي هي أرجعت هذه القوات، وسواء كانت هذه القوات تتبع السراج أو تتبع رئاسة أركانه. والغريب في الأمر أن كل الصراعات التي تحدث في العاصمة كلها تأخذ شرعيتها من مكان واحد، وكلها تتصارع مع بعضها البعض، أي أن الأمر يرجع إلى فتنة لقتل الشباب وإنهاء الأمور وإنهاء هذه الأمور عن طريق التقاتل وليس عن طريق الحوار أو الالتجاء إلى عملية مصالحة بينهم لكي تعمل على إزاحة أمر الاشتباكات وإزاحة أمر الاقتتال داخل المجتمع الليبي. وكأنه بس كان الحل بما سمعناه مراجعة مجلس الأعيان، أقرب مجلس أعيان. هي أقرب مجلس أعيان، لأن هناك اجتماع للآن أظن في اجتماع بين مجلس أعيان بني وليد ومجلس أعيان طرابلس الكبرى، والأمر يتجه إلى عملية وقف القتال.
أحييهم حقيقة. هؤلاء نظام قبلي محترم على كل حال. هو ليبيا ليست نظام قبلي، وبالذات طرابلس ليس فيها نظام قبلي، ولذلك ما يرجع إليه هذه الأمور أنها هي تريد أن تستتب في داخل المجتمع الليبي. هم لم يجدوا في ليبيا طوائف، ولذلك يريد المجتمع الدولي خلقها، لذلك لأن الحكومة تبتعد عن العمل، فما وجود هؤلاء الشيوخ مساكين تطوعوا إلا العمل بهذا الأمر من أجل إيقافه. الحكومة كم من اشتباكات حدثت منذ دخول السراج، لماذا لا تعالجها؟ ألم يكن السراج مدعوما دوليا؟ أين الكلام الذي يتحدث معه بأنه معه الأباتشي ومعه قوات الناتو ومعه كل الأمور؟ هذه كلها اتضحت أنها زيف وخداع، إنما هي توجيه الأمر بالتخويف لأطراف من أجل اكتساب أطراف أخرى مساحات، البحث عن مساحات من أجل إبقاء الحكومة في منطقة خضراء والاستمرار بالحكومة واللعب داخل المجتمع الليبي من خلال مجالسه التشريعية والتنفيذية على عملية الاستفتاء والانتخابات. هو ما يحدث الآن، لا مؤتمر جامع ولا انتخابات، استمرار للحكومات مثل ما حكومة علاوي وحكومة المالكي، والبقاء نفسها بتضارب القبائل في بعضها البعض مثل ما حدث في العراق واستنزاف الثروات. العراق يصدر النفط والشعب يعاني، هي نفس الأمور، فساد، وجود قيادات على السطح لم تعرف قبل حتى ما هي السيارة الآن في السيارات مضادة للرصاص، وهذا ما يحدث الآن، شراء دمًا، بيع للناس، والبقاء المواطن كما هو عليه. ولذلك بعض الناس كفرت بالثورة، كفرت بالثورة لأنها رأت فيها عدم وجود أمان، عدم وجود استقرار، عدم وجود تحقيق لأهدافهم بعد أن تنعموا بهذه الأهداف في 2011، نهاية 2011 و2012 و2013 و2014 في بدايتها. لم يتساءلوا لماذا تغير الوضع، تغير الوضع لوجود عملية الكرامة وبدأ التخريب الدولي داخل ليبيا. هذا هو الذي أربك المشهد. هناك قادم التوار باعوا، هناك دمهم شريت، هناك بعض الناس التي تنصرت من الثورة. الآن ما نراه هذا الصراع هو من يدفع ضريبته، شباب ليبيون. أمراء الحرب ما زالوا مستمرون، لكن الشباب هو الذي يضيع. وأنا أطالب الأسر بمسك أبنائهم، لأن لا يمكن أن يكونوا، دمروا بيوت بعض الناس، قتلوا أرواح ليس لها علاقة بالأمر. من يتحمل دعاء هؤلاء الذين المظلومين؟ الله أقرب إليهم من حبل الوريد، فما بالك في هذا الدعاء عندما يصل عليك ويهلك، وستضيع ليبيا بين هؤلاء المظلومين الذين يرفعون دعواتهم إلى الله، لأن الله لا يترك أحد، يمهل ولا يهمل. وأنا أقولها بصراحة، من حمل السلاح ضد آخر وقتله سيتحمل مسؤوليته، حتى نحن الذي يتكلم في الإعلام، من أتى على ظلم سيتحمل مسؤوليته. لا تنظر إلى التشويه الإعلامي الذي يزخرف لك الشيء. أنت تسمع بعض الإذاعات ويدعونا نحن بالفتنة، نحن الفتنة الذين دمرنا مدينة بنغازي، الذين قتلنا العديد من أهل بنغازي ونزحناهم، والذين جعلنا من داعش تهرب من تمر من بنغازي في أمان ومن درنا في أمان حتى تصل إلى سرت وتدمر سرت وتدمر أبناءنا بسقوط أكثر من 500 شهيد في عملية البنيان المرصوص. من تقصد بنحن هنا؟ نحن الذين يكذبون عنا، هؤلاء الذين في الطرف الآخر يتكلمون على الإعلام وأنهم يستخدمون الإعلام بتزويرنا. نحن لم نستخدم هذه الأمور، لم نكن بترك داعش تمر، لكنهم هم يتركون داعش ويخدرون عقول الناس. هم من تركوا، دمروا بنغازي، دمروا قنفودة، دمروا الليتي، دمروا الصابري، دمروا وسط البلاد بنغازي، ودمروا الآن درنا ويدمرونها. جماعة حفتر تقصد؟ نعم. وبعد هذا يسمون بالجيش البطل ويسمون بالجيش ويدعيهم حتى سلامة بأنهم جيش، ولا يتكلم عنهم لا السلام ولا السراج. ولذلك صوت الحق بدأ يعاقب، صوت الحق يعاقب، ومن عاقب في سبيل الحق يتحمل الصبر، صحيح، لكن الله لن يترك أصحاب الحق، ومن تضامن مع أصحاب الشر سينالهم. الكثير من كانوا مع حفتر الآن أين الحزازي؟ أين الذي كان يحاصر مدينة درنة؟ أين المدونين والإعلاميين؟ أغلبهم هربوا من بنغازي وهربوا من حفتر. الآن في شغلة خطيرة مررتها قبل الفاصل أستاذ عصام، أنه في من قادة الثورة من باع. في من باع، نعم. في من بسط البساط الأحمر للسراج على أساس أنه في اعتقاده أنه آتي بالحل وأنه سيعمل على تغيير الحال، وأن القوة الأوروبية معه ومن يقف ضده سينال. ودخل المعارك ضد رفاقه، رفاق الثورة، وأصبح الآن في وضع الله أعلم بحاله.
هذه الأمور قد تعتقدها أنت بسيطة بأنك أنت أخذت موقف، لكن هذا الموقف ترتبت عليه أشياء أخرى. ألم يكن وضع ليبيا أفضل مما دخل عليه السراج؟ نعم، حتى وضع الحريات نعم كان أفضل، حتى الوضع المالي كان أفضل، الوضع الاقتصادي كان أفضل، لكن ما أيام المؤتمر الليبي العام تقصد يعني؟ نهاية أنا لا أتكلم عن فترة المؤتمر العام لأن بعدها حنصنف وبعدها حيصير كلام. أنا إلى الآن أصنف إخوان وأصنف مقاتلة وأنا لم أدخل أي حزب، والجميل في الليبيين لو كان هناك منهم رجل رشيد من الذين يتحدثون يأتيني بأي عضوية لأي حزب أو تيار سياسي أنتمي إليه هذه وأقول له، أو أي مال أخذته من المؤتمر الوطني أو من أي جهة رسمية. لا حشاك أستاذ عصام، ليست مسألة شخصية. لا لا لا، هو هذا الكلام، الموضوع ليس شخصيا. هذا الكلام الذي يتحدث عندما تنطق بالحق نتيجة التشويه الإعلامي، وكما قلت لك من دمر ومن حول ومن دار ومن ترك داعش تكبر وتنمي قوتها داخل المدن لوجدت الأمر هؤلاء الإعلام المخدر هو الذي يقوم به. نحن الآن من يقف في هذا الصف الذي يقف فيه أنا الآن هم من يتعرضون إلى العديد من الإشكاليات، حتى من ممارسات بعض المنظمات الصحافة التي تدعي أنها تمارس الحق والتي تريد كألا تنحاز إلى الحق، ويعتقد في أن وجود هؤلاء أن الصحفي معناها لابد أن يكون مكانه في إطلاع الحقائق. لكن بس هو من ينحاز إلى الحق لابد له من أن يمتلك القرار، أهل الحق وأصحاب الحق يجب أن يمتلكوا القرار حتى لا يتركوا الأمور فقط للفاسدين والمفسدين. اشرب قهوتك، خلينا نهدي شوي، خلينا نهدي شوي بفاصل، خلينا نهدي شوي بفاصل ثم نعود لو سمحت لنا أستاذ عصام. مشاهدينا فاصل ثم نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه الحلقة من الاستديو 9 مع ضيفنا الكاتب الصحفي الليبي عصام الزبير. أستاذ عصام، قبل أن نتابع معك نريد أن نستمع لهذا التصريح من عاطف برقيق، وهو بورقيق. نعم، وهو أحد قادة قوة طرابلس، كتيب التوار طرابلس. خلينا نسمع ماذا قال، كلام لافت جدا ونعلق عليه. تفضلوا مشاهدينا إذا جاهز معنا. طيب، لريثما يجهز هذا التصريح خلال اللقاء تلفزيوني لعاطف بورقيق أحد قادة قوة ثوار طرابلس. ثوار طرابلس لمن يتبعون؟ يقودهم هيثم التاجوري، هيثم القبائلي وهيثم التاجوري. هيثم التاجوري. ومن يمول هذه القوة؟ والله هذه أمور يصعب معرفتها، تأخذ بعض الأمور من وزارة الداخلية ومن بعض الدولة، وهناك أمور أخرى لا أعلمها حقيقة. في علاقة مع وزارة الداخلية وثوار طرابلس؟ في تنسيق، في تفاهم، في تعاون، ولا في مشروع صدام؟ الوزير حسب ما قال أن هناك بعض الكتائب المسلحة هيمنت على ميزانية وزارة الداخلية، وهذه الأمور يفترض أن يوضحها وزير الداخلية بشاغة كيف هيمنت وكيف أن هناك بعض الكتائب لديها اتصال مع استخبارات خارجية وكيف أن الأمر قال سنقوم. هو مش من المصراطة بشاغة؟ نعم، وكان حتى وعندما عين قيل بأنه رجل قوي سيضبط الأمور، حتى من التوار هذا ولا أنفي عنه ذلك، وكان من ضمن القادة الميدانيين وكان من ضمن. هل هو عاجز اليوم وزير الداخلية عن ضبط الأمور في طرابلس؟ احيانا انت احيانا عندما تريد ان تقود الامور نحو القانون قد تقف عاجزا امام ما قد يتاثر به الاخرون، قد يكون يخشى ان تتاثر العاصمه ببعض الاشكاليات. الان سلام الذي يتحدث ودائما يتكلم ودائما يقول، هل لديه القدره ان يعمل على تنفيذ الاتفاق السياسي؟ ولا غيره، ولا كوبري ولا كوبلر، يعني لم يعملوا على ايقاف اطلاق النار، ولذلك أرادوا لحفتر أن يسيطر على المشهد، وكلها الأمور كلها هي تسري نحو حتى المؤتمر الوطني الجامع وغيرها كلها تسري حتى يسيطر حفتر على ليبيا، لأن حفتر وعلى طرابلس وعلى ليبيا بالذات، لأنه مشروع أجندات. هذا هو الهدف الكبير، هذا هو الهدف، لأنه مشروع أجندات، أجندة دولية خارجية ومشروع دولي حفتر، لم يكن مشروع ليبي. ولذلك حتى أعداء حفتر يتكلم ولا يقول اللي بيقولوه. أنا أقولها لكم، لماذا لم يوضع حفتر في العقوبات الدولية
نتيجة ما يمارسه، يوضع محمد محمود الورفلي ولا يوضع قائده، بينما وضع صلاح بادي من أول لقطة. شوف صلاح بادي لأنه هجم. من هو صلاح بادي؟ صلاح بادي كان طيارا عسكريا سابقا، قائد لواء الصمود، هو قائد لواء الصمود في طرابلس، من قادة توار مصراتة منذ بدايتها، قام بعديد من العمليات، وقف صدا ضد القذافي، ودخل المؤتمر الوطني العام وانتخبته مجموعات من جموع مصراتة، وأصبح عضو في المؤتمر الوطني العام. ما يشهد عليه وما قيل وما أنه لم يتقاضى أي راتب من المؤتمر الوطني العام، وقيل حتى الماء كان يأتي به على حسابه الخاص، ولم هذه من ضمن الشهادات سواء الذين في المؤتمر أو حتى عندما استقال عن المؤتمر وكتبها لوحده. يصنف إرهابي دوليا لأجل ذلك، يصنف لأنه ليس مع طرف حفتل، لو كان مع حفتل لم يصنف بالإرهاب، حفتل لم يصنف بالإرهاب وهو ما يقف المصماري ويهدد بالدخول إلى العاصمة. بس ما الورفلي مع حفتل وصنف صنف بالإرهاب لأنه بعدما أظهر كل الإعدامات وأصبحت ذات صورة علنية أمام العالم، ما يصرح به المصماري بالدخول إلى العاصمة وسوف نقتلهم وسوف نقوم بالدخول الناطق باسم قوات حفتر أحمد المصماري، لم يصنف بالإرهاب، ولم يصنف بأنه حتى كإعلام أنه يحرض، ولم يصنف بأنه يقوم بأي أعمال هذه. لماذا؟ لأنه ضمن المؤامرة. لماذا نحن من 2014 الليبيين أصبحنا نعاني؟ لأن دخل علينا حفتر بهذه المؤامرة. لو قالوا أن التوار قاموا بذلك يقولوا لهم صحيح، منذ دخول 2014 على ليبيا بدخول عملية الكرامة كانت ردة الفعل عملية فجر ليبيا، فجر ليبيا كانت ردة فعل خوفا من أن يتسربوا هؤلاء الذين قاموا بعملية الكرامة في بنغازي إلى طرابلس. بعد ذلك عندما اقترب من السيطرة على الحدود على الحقول النفطية قامت عملية الشروك، ولذلك كل ما يقوم به حفتر وما يراد به من المجتمع الدولي يربك بعمليات أخرى مضادة له. البعض الذي لا يريد أن يفهم هذا الكلام دحه، لا تأخذ عليه، لأن هذا الأمر واضح جدا، وهذا هذا هذا وراء تحمل مسؤولية، لأن البعض يخشى من ذلك، يخافون حتى من حفتر. حتى عندما اختفى حفتر وقالوا بأنه مرض، رأيت العديد من الأصوات بدأت تتكلم، عندما خرجوا صدموا وبقوا في الخوف، وهو ما تحترمه وما ما 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 تحتكره جمهورية الخوف. لنقول لسلامة ونقطة أخرى، الانتخابات قبل أن نقول لسلامة نقطة أخرى، أصبح جاهزا معنا صلاح بكوش الوحيدة. طيب الانتخابات تحترم في العالم كله، المنطقة الشرقية اختارت انتخبت عمداء بلدياتها، أتى حفتر وأصبح حكم عسكري ويضع قادة عسكريين على البلديات، لماذا لم يتكلم سلام؟ طيب نرحب بالأستاذ صلاح البكوش المحلل السياسي الليبي. أستاذ صلاح أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ صلاح. العين والعيون متجهة نحو العاصمة وكذلك نحو سبها عاصمة الجنوب. الأستاذ عصام يقول بأن كل الإشكاليات التي تجري في طرابلس ربما تمهد أو لكي تمهد، هذا هو الهدف، لدخول خليفة حفتر لكي يسيطر على كل ليبيا، تتفق معه في هذا؟ أنا أعتقد ربما أتفق معه في أن هذه أحد السيناريوهات المتداولة، ولكن عمليا ليس لدى حفتر قوة عسكرية لكي يدخل طرابلس. حفتر الآن يتجه إلى الجنوب، والجنوب مساحته أكبر من مساحة تركيا بالكامل. ليبيا 1,500,000 كيلومتر مربع، بينما مساحة تركيا لا تتجاوز 800,000 كيلومتر مربع. حفتر أمضى 4 سنوات يحاول القضاء على مجلس شورى ثوار بنغازي في بنغازي. قواته عبارة عن صحوات من أبناء الأحياء الشعبية في بنغازي. في طرابلس هناك قوة الزنتان، وهناك قوة مصراتة، وهناك قوة في جنزور والزاوية وما إلى ذلك، فلن يستطيع أن يدخل طرابلس، ومحاولة الدخول إلى طرابلس تبدأ حرب كبيرة داخل مدينة طرابلس العاصمة، وقد تنتهي كحرب بنغازي، وهذا ما لا يسمح به المجتمع الدولي، لأن في حرب كهذه تنتهي ليبيا، وربما يتحول المجتمع الدولي لتبني سياسة الاحتواء كما فعل في الصومال، ويقول أوكي يا ليبيين حاربوا بعضكم، وعندما تنتهوا بعد 10-15 سنة
نتحدث من جديد. طيب أستاذ صلاح، ماذا عن سبها؟ ماذا عن الجنوب؟ هل الأمر كذلك ينطبق على الجنوب؟ بالنسبة للجنوب، الجنوب هناك أكثر من 18 تنظيم تابع إما لحكومة تشاد أو معارض لحكومة تشاد، تابع لحكومة النيجر أو مضاد لحكومة النيجر، تابع لحكومة السودان أو معارض لحكومة السودان، بالإضافة إلى جماعات من القاعدة وجماعات من داعش وعصابات تهريب إجرامية أخرى تجوب الجنوب، وليس هناك وجود الدولة الليبية على الإطلاق. والحل بأن يسيطر حفتر بقواته على سبها ومحيطها؟ حفتر لن يستطيع السيطرة على سبها ومحيطها، لأن هناك قوة أخرى سوف لن يستطيع التحكم فيه. ربما يستطيع أن يذهب ويسيطر على بعض الحقول النفطية وما إلى ذلك، ولكنه لا يستطيع السيطرة على مدينة كسبها أو أي مدن أخرى، لأن طرق الإمداد والقوات المتواجدة هناك لا تسمح له بذلك. ولديه خبرة هو في حرب الصحراء، عندما كان بكامل قواته ودعم كامل، يعني لم يسبق له مثيل من قبل القذافي بصواريخ وطائرات مقاتلة وطائرات نقل ودبابات ومدفعية وما إلى ذلك، هزم في الصحراء فيما يسمى بحرب التيوتا في الثمانينات وأسر في تشاد إلى أن أنقذته. طيب أستاذ صلاح، خليني لو سمحت لي أختم معك بالنسبة للمشهد في طرابلس بين عجز الحكومة وتغول الميليشيات، إلى أين تسير الأمور في العاصمة؟ أعتقد أن هذه المناوشات ستستمر إلى أن يتم الانتقال إلى الملتقى الوطني مثل ما عقده في الأشهر القادمة، وإجراء انتخابات تشريعية تسقط هذه في الأشهر القادمة أو في هذا الشهر، كان على أساس في منتصف هذا الشهر. لا ليس في هذا الشهر، غسان سلام لم يقل في هذا الشهر، ولم يكن أحد يتوقع أن في هذا الشهر بحدوث هذه الأحداث، ولكن بدون انتخابات تشريعية جديدة تسقط هذه الأجسام وتؤسس بحكومة قوية تستطيع أن تتعامل مع المشهد السياسي، لا أعتقد أننا سنخرج من هذه المعضلة وهذه المناوشات. شكرا جزيلا لوجودك معنا الأستاذ صلاح البكوش المحلل السياسي الليبي، أهلا ومرحبا بك دائما في استديو التاسعة. خلينا نستمع الآن يا أستاذ عصام لتصريح عاطف بورقيق أحد قادة قوة ثوار طرابلس، ونعلق على كلامه. تعليق بعد شوية بس. في تعقيب على الأستاذ صلاح؟ نعم. يلا خلينا نأخذه الآن. أنا لما أقول أن هذا الوضع معناه سيدخل حفتر بصورة مباشرة، لكن أنا أقولها بصراحة. لا، قلنا بأنه الهدف إدخال حفتر. إيه، يعني تيئيس المواطن الليبي، يريدون تيئيس المواطن الليبي. نعم، نجاتكم مع حفتر. أنا أقول أن إطارة الفوضى داخل العاصمة وإطارة الاشتباكات وإطارة كلها من أجل دعم تدخل المجتمع الدولي بقصد حماية المدنيين، وبذلك يتدخل المجتمع الدولي ويعتبر هذه الميليشيات أنها ميليشيات إرهابية، ويسمح بأن كما يتحدث الآن في بياناتهم بأن الجيش الليبي هو جيش حفتر، وهذا ما يعطيه الشرعية بعد ذلك. أيضا محاولة كما تكلم الأستاذ صلاح عن أن حفتر لن يقدر أن يدخل إلى المناطق التي بعض خاصة سبها، صحيح كلامك وموجود، ويخشى قوة التبو لأنه موجود اختلافات معهم، لكن عندما يسيطر على الحقول النفطية والموانئ النفطية ألا يعطيهم رسالة بأنه هو الذي يسيطر على الثروات التي هم يحتاجونها، وأنه رجلهم في المنطقة، وأنه مستعد أن يعطيهم عقود وبأرخص وليس كما يعتقد الآخرين؟ طبعا لن تتحدث. وهو حاليا يسيطر على 90% من أبار النفط. نعم، وهذا هو ما يمارس ذلك، لكن حقلي الشرارة والفيل يعتبر من الحقول الكبيرة جدا، وخاصة الحقل الفيل يعتبر من الإيطاليين عدائه، لأنه يتبع شركة إيني الإيطالية، وهو ما يخشى عليه. هناك حقول أخرى لليبيا، هناك حقول في البحر لم تتوقف عن الإنتاج، وهذه اللي يتم التكلم عنها. حقل الشرارة يعتبر 340 ألف برميل في اليوم، ولهذا تحرك السراج وتحركت معه المؤسسة الوطنية. وأموالها وين بتروح هذه؟ هذه لا يعرف، حتى أنه لم يتوقف ذات يوم حقل الفيل عن ضخ الغاز لإيطاليا، وحتى عندما تقفل الحقول النفطية لم يقفل حقل الغاز أو الحقل الذي الإنتاج الذي يذهب إلى إيطاليا. ممنوع. يخشون كتائب مسلحة تعرف ذلك، حتى عندما خرجت السفيرة الأمريكية لم يتعرض لها أحد،
ولذلك هم يعرفون أين أماكن الخطر ويعرفون أين أماكن التي لا يقدر أن يصيبونها، ولذلك هم دائما يتحاشون من هذه الأمور. الآن عندما يحدث الصراع بين فرنسا وبين إيطاليا يدفع به شباب ليبيا للمحرقة ثرواتنا تذهب للطامعين وللمحتلين والمواطن يموت من الجوع. نعم، وبذلك أنت ترى الآن ماذا تعاني الليبيون من السيولة وما يعاني الليبيون من الغلاء وارتفاع أسعار. ليس الإصلاحات الاقتصادية أن تخفض عملية سعر الدولار إلى 4 والناس تشتري البضائع على أن الدولار على سعر 9. ما هي الإصلاح هذا في ذلك؟ يعني ليس الإصلاح الاقتصادي أن يذهب الليبي إلى البنك ولم يأخذ منذ شهر الأضحى مبارك معاشه. خلينا نشوف بورجيك لأن الوقت أدركنا. نعم. سريعا تفضلوا مشاهدينا. السيد فتحي منذ أن استلم هذا المكان وهو في تصعيد مستمر، وهو يوحي إلى جميع التشكيلات المسلحة في طرابلس بأنه سوف يسحب من تحت البساط وأنه يعني المشكلة أن السيد فتحي ليس له أي خيار، يعني أول اشتباك أو أول نقول امتحان أمامه الآن يظهر فيه عاجز، ما ليس له إلا حلين، إما أن يرضخ لهم وما يريدون حتى يتم إغلاق المشكلة. يعني بكل صراحة يتحدث السيد عاطف بورجيج أن وزير الداخلية عليه أن يخضع لهذه الميليشيات، وهي لم تعد ميليشيات، هي أصبحت أجهزة أمنية في طرابلس، عليه أن يتفاهم معها أو يستعين بميليشيات أخرى لتزيد المشكلة. هو حقيقة يتحمل المسؤولية لأنه أتى وقال بأن لديه خطة وبأن لديه عملية تحويل الأمر إلى الشرطة، وإذا خفق في ذلك فعليه أن يحترم نفسه ويستقيل. أما بس مين المفروض يخضع لمن؟ وزير الداخلية؟ هذا واضح من كلام السيد. يخضع للأجهزة أو الأجهزة تخضع له؟ بالله عليك مين تحت أمرة من؟ بالله عليك بالحقيقة بالصراحة خلينا صريحين، أنت تتكلم عن تشكيل شرطة وتشكيل وهم بعد ذلك يشكلون قوة أخرى، معنى مش خاضعين ليك، معنى أنت ما أنت أنت ماذا تكون؟ أنت الآن تشح ترى الحرب التي يقودها ولا تتكلم؟ هي هذه كلها رأي أسئلة لو تبحث عنها عن إجابات لا تجدها. أنا أعرف أني ستعرض للعديد من الإشكاليات ومن الخطر، لكن هذه الحقيقة أن من يوقف هذه القوة؟ من الذي تركها تتشكل؟ هل أنت ستتعرض للخطر؟ نعم نعم أعرف أن شاء الله ربي يستر. هي ما من الذي سيترك؟ أنا أتحدث بموضوعية يا أستاذ عصام. الموضوعية يعني لا يعلمون، هذه لا يعرفون الموضوعية، الصحفيين يتساقطون ويعتدون عليهم حتى في موكب لإبراز نشاط السراج يتعرضون عليه. ولذلك بس كلام بورجيج واقعي أو هو تجرؤ على وزير الداخلية ومؤسسات الدولة؟ دخلنا في الخطورة، بدخلنا في الحقيقة. لو تدخل في الحقيقة وتدخل في الكلام الصح، من الرئيس ومن المسؤول؟ أنت تتحدث عن مسؤول كأنك أنت المسؤول عن كيف الكلام هذا؟ هذا كلام ما يبنيش دولة. لا، إذا في كلام تشعر بأنه سيعرضك للخطر خلينا نتجاوز. هذا ما هوش كلام دولة، هذا ما هوش كلام دولة. كلام دولة أن الوزير الذي يستلم الأمر أنت مدامك تتبعه تخضع ليه. السيد باشاغا قال المفروض الشرطة تخضع للأوامر، هو قال الشرطة تخضع للأوامر وتخضع للقوانين التي في الشرطة. أنت الشرطة لا تعطي تصريح لمن يصرح إلا من هو الناطق الرسمي بوزارة الداخلية. الشرطة لا تعطي من يصرح خارج القانون، بل تعاقبه وتحاسبه. ولذلك من الذي يصرح؟ الوزير أم أحد أعضاء الكتائب المسلحة؟ دعونا نتكلم بالحقيقة. أنت عندما تتكلم تريد أن تبقى عهد الميليشيات وتقول نحن ندخل ونحن نكون على رئاسة الإدارات، أنت تريد أن تجسد هذا الوضع ولا تريد التحول؟ إذا أنت تريد أن تبرز أننا نحن موجودون وغيرنا ليس له وجود، ماذا يكون عندما يكون هناك رائد في الشرطة؟ هذا الرائد التحق بالثورة وكان مع الثورة وسلم الجهاز، هل هذا يمنع من تسليم الجهاز لأنه لا يمكن لم يكن من أولئك القادة؟ كيف الكلام هذا؟ وأنا أستغرب أن هذا الكلام يعرض وسلامة يحضر وكل الأمور تمشي والسراج موجود ويسمع فيه وبشاغة حتى ويسمع. والله هو بشاغة وضع نفسه في حقيقة، أنا شو تطالب باستقالته يعني؟ أنا حقيقة وضع نفسه في موقف صعب جدا لأن موقفه صعب، حتى عندما قال يتدخل ميليشيات أخرى قصدا تدخل ميليشيات مصراتة وتدخل البلاد في تطاحن. كلمة السيد صلاح البكوش قال كلمة
أعطاك كلمة رائعة جوهرية، أنه قال لك أن هذا الأمر قد يؤدي البلاد العاصمة لدخول في تطاح الأحرف من بغازي، وهذا ما يجري إليه البعض في سبيل البقاء، في سبيل تحقيق الأهداف التي يرونها. الحقيقة لابد أن تكون ليبيا بعيدة عن الاشتباكات. الذين يموتون ليس هم، يموتون أبناء الليبيين. الذين يموتون هو ولا يتعرضون الأموال التي تستنزف في السلاح الآن يا سيد السراج، الأموال استنزفها في السلاح، يا ريت استنزفها حتى في علاج الأشمانية أو في إعطاها الليبيين ضمن معاشاتهم التي الآن لبعض المناطق الخارج طرابلس التي نعمت طرابلس بعملية السيولة. هؤلاء الذين خارج طرابلس لا يعرفون ما معناها كلمة السيولة، منذ عيد الأضحى لم يتقاضوا رواتبهم. عالج الأمور بعملية الإصلاح الحقيقي الاقتصادي، وليس تعالجها بعملية القتال والاشتباكات. منذ دخلت كم من اشتباك حدث؟ منذ أن دخلت العاصمة التي كانت بعيدة عن الاشتباكات أصبحت الآن قريبة منها، وأصبحت كل فترة تشتبك هذه. في رمضان صار اشتباك كان قبل سنتين، بعدها صار الاشتباك العام الماضي حول تمام استاذ عصام. اذا على السراج ان يتحمل مسؤوليته. خلينا نروح لتغريده وتعليق سريع لان الوقت ادركنا، وهذه الصرخه المعبره منك استاذ عصام. ناخذ التغريده الاولى سريعا، وهذه الصوره عن تتشكل قوه حمايه طرابلس. حكينا عن قوه حمايه طرابلس، خلينا ندخل مباشره بالتغريدات. عن قصي محمد يقول: قوة حماية طرابلس تعيد وتكرر أنه هدفهم ما يسمى باللواء السابع وليس مدينة ترهونة، وأن كل المناطق التي تم السيطرة عليها سيتم تسليمها إلى مديريات الأمن. نأخذ اللي بعدها. هو إذا كان هدفها السيطرة ليست السيطرة، ماذا بينا يكون كل التحول للأمن؟ ماذا بعد السيطرة أن تتم؟ هل سيعطون الأمر هم للأمن؟ تغريدة للدكتور محمد فؤاد: ربما كنت الوحيد الذي خرج على الإعلام ليقول أن إعلان تشكيلة قوة حماية طرابلس إنما موجه ضد وزارة الداخلية ووزيرها، والإشارة إلى الدكتاتورية العسكرية إنما لذر الرماد في العيون. اليوم الوزير أكد ما قلته في مؤتمره الصحفي: يجب أن يفهم الليبيون ما يحدث بعيدا عن الكلمات المعسولة. نأخذ اللي بعدها سريعا. محمد علي: بعد يوم آخر دائم تمكنت فيه قوة حماية طرابلس من السيطرة على المواقع الجديدة جنوبا. اللي بعدها. خالد الصومالي: يجري الآن إعادة تدوير ميليشيات الاعتمادات والمداخل تحت مسمى جديد قوة حماية طرابلس. آخر واحدة، نأخذ آخر واحدة للصحفي محمد بن خليفة. اللي بعدها حتى نعزي أيضا الأستاذ عصام إذا كان جاهز. نعم، هذا هو جلال بن خليفة، يقول: ابن عم المرحوم محمد بن خليفة وابنته ريان، وهو يحاول أن يبرد عليها حر ليالي الصيف. هذا طبعا صحفي في وكالة رويترز أستاذ عصام، وهو صديقك، نعزيك. كان زميلي والله باستشهاده. اختم بما تريد، اختم بما تريد بكلمات. كان زميلي في الشيت بريس، كان دائما يذهب من أجل إظهار الحقيقة، اعتبره شهيد الحقيقة. صورته وكاميرته اليوم سلمت إلى أحد الزملاء الذين كانوا هنا، كانت ممزوزة بالدماء. رحمك الله، وكان الله في عون أهلك وصبرهم وأدخلك الله الجنة. حقيقة عندما كانت الشرطة التي يراد لها كانت لا تمكن أن تعمل بهذا الأمر. نحن رأينا البعض يحمي الصحفيين، لكن ما رأيناه الآن بالعكس، كل من هو يمتهن الشرطة ويمتهن الجيش لديه قوانين وضوابط يعمل بها. لا يمكن نصل لهذه الدرجة. الشرطة ليس لها انتماء على ديني أمل أن يسلم أو الجميع تكون سلفي أو تكون في هذه الوضعية. الشرطة يكون انتماءك إلى الله وإلى الوطن، وليس بهذه الانتماءات تبني دولة أو تبني أي شيء. حفظ الله ليبيا. شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب الصحفي الليبي عصام الزبير، شرفتنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا، في أمان الله.